أيمن. وعودة الست هيفاء الحسيني اتصال بينا ونقول يسعد صباحك يا أحلى ست هيفاء. حبيبتي همسة كادرين المميز، كل عام وانتم الحب، كل عام وانتم السعادة، كل عام وانتم إن شاء الله تكون باقة ورد جميلة جدا تفوح منها رائحة العطاء ورائحة المحبة والسعادة. أحبكم هواية وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة ذكرى تأسيس قناتنا المميزة. أحب بداية أن أهني إدارة قناة زاغروس في كردستان، وأيضا أحب أهني كل العاملين في إقليم كردستان وفي بغدادنا الحبيبة وفي المحافظات، أقول لهم كل عام وأنتم بخير. قدرنا أنه نعمل شيء كلش مميز وثبتنا وجودنا رغم كل المعرقلات اللي كانت في حياتنا، يعني وبصراحة بعملنا في قناة زاغروس تحديدا في بغداد أتحدث وبعض المحافظات، لكن الحمد لله كنا خلية نحل متواصلة لإنجاح هذه القناة. أشكركم وأشكر العاملين اللي هم خلف الكواليس اللي كانوا أكيد يعملون ليل ونهار، وتحديدا برامجهم المتميزة وأيضا يعني نشاطاتهم الكبيرة. قدرنا أن نوصل رسالة سامية هي رسالة التعايش والمحبة والتآخي. دائما كان عندنا تعليمات أنه هذه الرسالة تبقى فوق جميع كل الإشكاليات اللي موجودة، وبقت رسالتنا التعايش والمحبة والسلام هي رسالة واضحة. ولهذا زاغروس دخلت كل بيت عراقي اليوم، ما شاء الله قناتنا تتصدر المراتب الأولى من بين كل القنوات. قدرنا بوقت قصير أنه نضع اسم، نضع بصمة. أشكر كل العاملين، أشكر الإدارة الحكيمة، يعني بصراحة أشكر الناس اللي تعمل ليل ونهار لإنجاح زاغروس ولإنجاح يعني مستقبل مهم جدا، وأيضا رسم خارطة كبيرة للإعلام العراقي. أشكرهم وأشكر كل العاملين. أكيد عملنا، أكيد واجهتنا بعض العراقيل بعض الإشكاليات من بعض الناس يعني صراحة، لكن تجاوزناها. هاليوم كل اتهم إنه قناة زاغروس عندها قناة عندها رسالة سامية، والحمد لله محبة الناس، أيضا الباقات الورد اللي وصلتنا، التهاني اللي وصلتنا هاليوم، يعني هذا ينطينا اندفاع، وأيضا ينطينا أنه دافع أنه نعمل أكثر وأكبر في قناة زاغروس. إن شاء الله القادم أفضل، إن شاء الله العمل أكبر، إن شاء الله النجاح أكثر، ونطمح أنه نكون مو فقط قناة أولى عراقية لكن قناة أولى عربية إن شاء الله. بجهودكم وبجهود كل اللي كل العاملين وبوجودك أكيد بوجودة ست هيفاء الحسيني، أكيد دائما أنت المساندة لنا بكل خطواتنا، إن كنا داخل الاستوديو بقناة زاغروس الفضائية وكل الموجودين من مراسلين وكل مقدمي البرامج والمصورين وكل كادرنا حتى خارج القناة ويكون دوامهم خارج القناة، الكل أنت دعمتهم والكل أنت واقفة وياهم بأدق التفاصيل. إحنا الحلو بينا يعني ما شاء الله قناتنا يعني قناة مهمة جدا، وهذا مو كلامي لأن أكيد شهادتي مجروحة بالقناة، لكن هذا كلام بعض المثقفين والسياسيين والأدباء والكتاب اللي دائما يزورون مقر قناة زاغروس في بغداد، وأيضا يعني يجون ويثنون على عملنا وعمل كوادرنا المميزة في أربيل. أيضا عندنا برامج مهمة من أقليم كردستان، من بغداد، من باقي المحافظات. أهم شيء محبة الناس، يعني محبة أكيد. الناس نشوفها يعني بعيونهم من خلال الاستطلاعات واللقاءات اللي نشاهدها. أشكركم لأن كنتم خلية نحل متواصلة، كنتم سند وعون حتى ننجح في هذه المهمة اللي أنا أعتبرها هاليوم ربما أصبحنا من القنوات الأولى في بغداد وفي العراق وفي جميع المحافظات. أشكر محبة الناس، أشكر كل من ساندنا وقف معنا، وأشكر السيد نينوس الراقي وأيضا كاك علي المميز وكاك فتحي، وأيضا أشكر أبو علي وأم بيان، وأشكر هواية ناس بهذه القناة لأن هم كانوا
داعمين يعملون عمل متواصل حتى ننجح. واشكركم انتم يا متميزين وين ما تكونون، لان بالفعل انتم قدرتوا انه تضعون ايدكم على اهم نقطه هي الالتقاء بالاعلام وايضا المسيره الاعلاميه لهذه القناه. اشكركم وكل عام وانتم بخير، واهلنا وناسنا وحبايبنا وكل من يفرح معانا بهذا اليوم بالف خير. وانت بالف خير ست هيفاء، شكرا لك. هذا بحد ذاته دعم من ست هيفاء، ان بحد ذاته احنا اليوم نفتخر كل الفخر بهالكلمات الحلوه، وايضا اليوم نفتخر ونشكر كل من ساهم وبعث لنا الورود الحلوه من شخصيات مثقفه وشخصيات سياسيه وكل من يكون مهنئ ومحب لقناة زاكروس. اليوم قناه زاكروس الفضائيه بصراحه نقلت الصوره الواقعيه والحقيقيه من الشارع العراقي، بحيث انه احنا كنا بعيدين عن التطرف والتخلف والطائفيه وكل هذه الامور، نقلت صوره حقيقيه للشعب العراقي. فعلا، وكثير من البرامج هي برامج هادفه وتلامس الواقع العراقي بالتحديد والعائله العراقيه، لذلك كانت مشاهده من خلال الشاشه ومن خلال بيتها على الفيسبوك ومواقع التواصل بصوره عامه. ايضا يا ثمر، نقلت الثقافه يعني الاجتماعيه والاقتصاديه، يعني روح التسامح وقبول العالم. يعني حتى هسه من تطلع بالشارع من تقول انه انا يعني موظف بقناه زاكروس، انه تشوفين اكو حب للعالم، اكو تعاون، اكو متابعه، عافية، اكو متابعه، كلش حلو. وهذا اللي احنا دائما نطمح له. طبعا راح اخذكم يا علي وراغوده وايضا كل زملائي اللي موجودين داخل الاستوديو الى بروموشن جدا مهم وانتقال الى هناك.